أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول فيه: ما حكم الجمع للمسافر إذا أقام ولم يجد في سيره؟ جد. نعم. ولم يجد. يقول: ما حكم، أحسن الله إليك، ما حكم الجمع للمسافر إذا أقام ولم يجد في سيره؟ مباح، لا بأس. إذا نزل المسافر فإنه يجوز له الجمع، كما أنه يجوز له القصر يجوز له الجمع، ولكن الأفضل والأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا من باب الأفضل، ما هو من باب المنع، من باب الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في منى أيام التشريق كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، بينما هو في غزوة تبوك وهو نازل في تبوك كان يجمع بين الصلوات، أو جمع بين الصلوات، ليبين الجواز، هذا من باب الجواز، وفعله في منى من باب بيان الأفضل. نعم. فمن جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، وليس كل من جاز له الجمع يجوز له القصر، لأن بعض الجهال إذا جمعوا للمطر يقصرون في الرياض وغيره، هذا من الجهل، يظنون أن من جاز له الجمع يجوز له القصر، هذا غلط، ما كل من جاز له الجمع يجوز له القصر، خلاف العكس. نعم. أحسن الله إليك، وإذا كان المسافر في البلد ويسمع النداء ألا تلزمه الجماعة؟ تلزمه الجماعة إذا كان سيصلي وحده، تلزمه الجماعة، أما إذا كان معه جماعة جاز لهم أن يصلوا جماعة في مكانهم، ولكن الأفضل أن يصلوا في المسجد. نعم. أحسن الله، يجوز لهم أن يصلوا في مكانهم ويقصرون، والأفضل أن يصلوا مع الجماعة ويتمون. نعم. خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يتأكد في حقهم أنهم يصلون في المسجد مع الجماعة، لكن ما نقول إذا صلوا وقصروا في مكانهم نقول صلاتكم باطلة. نعم.